بريمتي وخرايتي، انا بكلمك على الفرح يا اخي. الفرح هيا يا فندم، قريب 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 خالص، قريب 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 قريب. سامي مالك؟ تعال انا عايزك عشان اكلمك في البرانة. اسمع يا سامي، بابا قال لي عنك حاجات غريبة وانا نفسي شفت. شفت ايه بس؟ شفت انك بتكلم نفسك. انا عمري ما كلمت نفسي. وبتكلم حد مش موجود. وعمري ما كلمت حد مش موجود. اذا كانت الصدمة اثرت عليك، ممكن تستريح لغاية ما اعصابك تهدى وبعدين تبقى تسافر. انا اعصابي زي ما كانت، حديد حديد حديد. ديد. تشرب حاجة؟ تحب تشربي حاجة؟ لا خليك انت، انا هروح اجيب حاجة نشربها احنا الاثنين. تسيبينا وترجع البيت. ديدي تزعل. وايه يعني اما تزعل؟ هو يزعل. هو مين؟ ابوها مدير الشركه. وماله؟ وماله ازاي بس؟ سامي سامي. شايفه؟ خليكي هنا، اوعي تمشي. انت كنت فين؟ كنت بشم الهواء. اعملي معروف روحي دلوقتي. انت بتكلمني؟ لا ابدا. امشي دلوقتي هتوديني في داهيه. انت بتكلمني؟ انا؟ لا ابدا ولا حد. طب يلا بينا نطفي الشمع. اتفضلوا. يا سامي ما تولع الشمع. تسمحوا لي انا؟ عن اذنك عن اذنك. شوف وبعدين يا جماعه، ما حدش فيكم عارف يولع الشمع. شبان الايام دي يا بنتي ما يعرفوش يعملوا حاجه، انا هولعه عن اذنك انت، عن اذنك عن اذنك. اتفضل اتفضل. ايه ده يا عيني العدب؟ مش والله مش انا. الله يخرب بيتك. بتقول ايه يا افندي؟ كده كويس. روى دمك يا استاذ. روى دمك. وانا بقى فيا دم يا استاذ. انا بقى فيا دم. اهدى اهدى يا استاذ. اهدى يا استاذ. اهدى اهدى. مسخره وقله حياه. اشرب سيجار. اتفضل يا هاني. طيب تسمح تولع لي؟ حاضر يا فندم تحت امرك. كان فيها حاجه يا فندم؟ ايه الحكايه؟ انتوا عازميننا هنا تهزقونا ولا ايه؟ يلا يا عندليب يلا، ده كلام فارغ. يلا عاجبك كده؟ عاجبك الفضايح دي؟ اهي الناس كلها مشيت. انا عارف مين اللي عمل كده.
اه لو قفشت هقطه برقبتك. اطلعي اطلعي حضرتك، اطلعي اطلعي يا كنت راجل، اطلعي. اديني طلعت اهو يا بتاع الجاز، عايز ايه؟ انا هقتلك، انت السبب في كل المصايب. من الصبح لازم نوديه لدكتور. انت ما تقدرش تقتلني. طب اطلعي كده وانا مرمط بيك الارض. انت ايه الادب؟ اهو انت اللي سبتين قلبت الادب. انا اسف، معلش. مش معقول، مش معقول. ما اعرفش حبيتك ليه، ليه ليه؟ بونجور يا سامي، اقدم لك الدكتور شديد. اه مش دكتور بالظبط، يعني تقدر تقول كده اخصائي نفساني. اتفضل يا دكتور. لا مؤاخذه يا فندم، مش هقدر اعزمكم على اي حاجه عشان مدي اجازه للخدام. معلش يا استاذ سامي، احنا ما احناش ضيوف. يا دكتور، كان سامي في الاقصر والظاهر انه تعب هناك شوي. الشمس لازم من الشمس. لا يا فندم، وانت صادق، اله الشمس. إله الشمس؟ أيوه يا فندم، أتون. وماله يا أخويا؟ أتون أتون بس يعيش. يعيش إزاي يا دكتور؟ ده ميت بقاله 5000 سنة. والله ما دريت إلا منك دلوقتي. البقية في حياتك يا ابني، شد حيلك. هو في الحقيقة ما ماتش لأنه إله، وابنه اسمه أخيت أتون، وأتون قال لأخيت أتون يقول هميس إنها تمنعني. آه يا عيني، ما أبدعك، ما أروعك. أنا هبعت لك الجماعة من تحت. مع السلامة. هميس، هميس يا حياتي، هميس. إلا قول لي عدم المؤاخذة، حضرتك بتشتغل في وزارة الأشغال؟ إشمعنى؟ أصل حضرتك قاعد تقول الهويس الهويس الهويس. أنا بقول هميس يا دكتور. هميس دي آخر عروسة نيل في الأسرة السادسة. السادسة؟ طبعًا. وليه ما تكونش السابعة ولا الثامنة؟ هو كادر يا دكتور، دي أسر عائلات. طيب يا اخويا ما تزعلش نفسك، عائلات عائلات، انعم واكرم. صباح الخير يا هميس، جيت في الوقت المناسب، اسالها انت بنفسك. هي مين يا ابني؟ هميس واقفه ورا كتفك. واقفه ورا كتفي انا؟ واقفه ورا كتفي ليه؟ هي كده تحب تلعب زي العيال الصغيره. ده ايه الفتوح ده كله؟ ده انت مهول، ربنا يزيد ويبارك. وريله نفسك يا هميس. لا، ما حدش يشوفني ولا يسمعني غيرك. ما هي دي المصيبه، أرجوكي تظهري ولو دقيقة واحدة علشان يشوفوكي. ده أنت لقطة، سبحان من أبدعك. هميس اعملي معروف، الحكاية بقت جد. يا ملكوت الله. أهي راحت، كويس كده؟ راحت. طيب يا أستاذ، أنا عندي اقتراح هيعجبك أوي. اتفضل. حضرتك عندك مانع تشرف عندي في المستشفى؟ مستشفى؟ مستشفى إيه؟ المستشفى الخصوصي بتاعتي. ليه؟ عشان ترتاح. هو انا قلت لك ان انا تعبان؟ هو انت لازم تقول لي، ما المساله واضحه زي لطشه الشمس. ايه دول؟ دول هيساعدوك. لو حد منكم قرب مني هفقع نفوخه، فاهمين ولا لا؟ تسلم ايديكوا يا اولاد، تسلم ايديكوا. اربطوا لي الزبون بقى، اربطوا. ايوه. ايوه ايوه، عال. يلا يلا يلا. طبعا عال عال عال، على خير الله. معلش. يلا اللي في الخير يقدمه ربنا، يسعدك بالسلامه يا حبيبي.
كفايه بقى، انا لسه ما متش. انت زعلان مني؟ لا مبسوط قوي. انا عملت كده عشان مصلحتك. مصلحتي ان انا اخش مستشفى مجازيب. ومين بس قالك انها مستشفى مجازيب؟ امال ايه، مستشفى ولاده؟ دي فيلا عشان الناس اللي اعصابهم تعبانه وكل ولاد الزواج بيدخلوا فيها. اولا انا مش من ولاد الزواج، ثانيا انا اعصابي مرتاحه، مرتاحه خالص. اهو ترتاح لك فيها يومين. يوه انا مرتاح، مرتاح خالص والله، مرتاح مرتاح. ازاي انك ما بقيتش طايق كلامك؟ انا مش طايق نفسي. طب انا ماشيه، مش عايز مني حاجه دلوقتي. لا متشكر، هاجي لك بكره الصبح. مع السلامه. أنا ليه؟ أنا إزاي؟ أنا إمتى؟ إمتى؟ أنا مالي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنت جيت إمتى؟ النهاردة. وقعد كتير؟ والله مش عارف. هما برضو اللي جابوك؟ هما مين؟ اللي جابوني. هما مين اللي جابوك؟ رواد الفضاء. رواد الفضاء؟ ايوه، اصل انا جيت الفضاء هنا من غير سفينة. من غير سفينة؟ اه من غير سفينة. شوف يا اسطى، اجي ليه بسفينة وانا مش عاوز؟ وبعدين؟ مش سيادتك سألتني قلت لي هتقعد هنا كتير؟ ايوه. اديني قلت لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت بتطردني؟ ها؟ انت بتطردني؟ انت ضح؟ انت ازاي؟ وستين ازاي كمان؟ انت ليه؟ انت انت ديكي ديكي، انت صديقي، انت انيس البيت رفيقي. امشي. جدع، انت بتعض كويس. امشي. كويس كده؟ اخرتها مستشفى المجازيب. ما تزعلش. كل واحد يقول لي ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش، يعني اعمل ايه؟ افرح؟ طبعا تفرح. افرح ليه بقى؟ عشان انا فرحانه. يا سلام، وفرحانه ليه؟ عشان بحبك. ايه؟ بحبك. هو ده وقته؟ هو انتوا عندكم الحب له وقت. الظاهر عندكم المسائل كانت سايحه على بعضها. لا احنا عندنا كل حاجه لها وقتها. احنا كمان كان كل حاجه لها وقتها، لكن الحب كان كل وقت. فضينا من السير المهببه دي، خلينا في المصيبة تحتي. مصيبة ايه؟ مصيبة السجن اللي انا مسجون فيه ده. ما تخرج. اخرج ازاي وكل باب مسنكر بعشرين مفتاح؟ اول ما سقف بايدي تمشي ناحية الباب. دلوقتي بقينا لوحدنا، تسمحي تقولي لي ايه الحكايه بالظبط؟ انت جايه ليه؟ واشمعنى اخترتيني انا بالذات؟ عشان انت بتحفر الارض. ما في ناس كتير بيحفروا الارض. لكن انت بتحفر الارض اللي فوق المقابر بتاعتي. طب وبعدين؟ وبعدين؟ بعدين بعتوني عشان امنعك. مين اللي بعدك عشان تمنعيني؟ اتون. فكرتيني، أتون قال لي أخونا أتون. أخيت أتون. أخيت. طب هتمنعيني إزاي بقى؟ همنعك. أنتِ متأكدة من الكلام اللي أنتِ بتقوليه ده؟ طبعًا. طب سؤال واحد كمان، إشمعنى اختاروكي أنتِ بالذات؟ عشان أنا آخر عرايس النيل.
بالقصه السادسه. تسمحي تبطلي لعب وتردي عليا؟ اتعلمتي عربي فين وازاي بالسرعه دي؟ عربي اي لغه عندنا احنا، فخلاص كده. طب تسمحي بقى في خمس دقايق تحليلي المشكل ده؟ عايز يعني مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ انك تظهري قدام الناس ويشوفوكي زي ما انا شايفك، يسمعوكي زي ما انا بسمعك، علشان ما يقولوش عليا مجنون. ازاي ده يحصل؟ ما اعرفش. اتون؟ ومين هيقول اتون؟ اخي اتون؟ وانا هقول اخي اتون؟ هو هيرضى؟ على شر. ايه هو؟ تبطل الحفر وتسيب العرايس مطرحها. يا حبيبتي انا بحفر عشان الناس، عشان البلد. ولا علشان نفسك، عشان تبقى مكتشف عظيم وتاخد فلوس. يعني كده وكده يعني. خلاص خليك معي. يعني يعني يا تبقى عاقل وتبطل حفر، يا تحفر وتفضل مجنون. حاجة حلوة خالص. عايز الناس تشوفني؟ يا ريت. تسيب البترول؟ ده مستقبلي يا ميس. احفر في حتة تانية. حاضر. هقول لأخي هو هيقول أتون؟ شاطر. خلاص؟ اسمعي بقى، انت تنامي هنا وانا هنام بره. لا، انا وانت ننام هنا. مش ممكن. ليه؟ علشان ما يصحش. ما يصحش ليه؟ اسمعي بقى، انت صغيره وانا انا مش صغيره، انا عمري 4617 سنه. انت عمرك كام؟